السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم غنديروا واحد الفيديو غادي نقصيو فيه مزيان. كاين شي ماكولات ديال الشوارع صراحه زوينين بزاف. كاين الفلافل، عندهم واحد الاكله بحال البصاره، ولكن بصاره مصوبه بالحمص، كيديروا فيها واحد الطحين تجي زوينه حتى هي. كاين عاد ثاني المنسف الاردني، صراحه كنت كليته ولكن ما صورتش لان ما كانش ميسر الامور ديك الساعه. هو عباره عن الروز، كيديروا معاه واحد لاصوص بوحدها، كيديروا فيه اللحم مبخر، اللحم ديال الغنمي، اللحم ديال الخروف، كيجي زوين حتى هو. داك الطبق كاين هنايا في الاردن وكاين حتى في فلسطين. مخبز بيت المقدس، كعك وبيض وحميم عند الصديق عمران. السلام عليكم، كيف الحال؟ أمور طيبة. بارك الله فيك. محل اسمه كعك وبيض حميم، هذا الحميم بيض مشوي. اوكي. بنحط في الفرن. يعني الكعك زي الكعك. اوكي. هذاك الكعك الخوت كيسميوه دابا الخبز، الخبز اللي تنقولوا حنا الخبز هما كيسميوه كعك. سميتو هذاك الخبز أردني؟ أردني. ولا أصله فلسطيني. أصله فلسطيني. نعم. شنو كتسميه؟ كعك بسمسم، كعك حمام، كعك بسمسم. مسمسم هو الزنجلان يعني. ايوه. الزنجلان تيقول لي سمسم. سمسم كعك بسمسم. والاسم الاخر ديال خبز المقدس. خبز قدسي. خبز قدسي. كعك. يعني هو الاصل ديالو من فلسطين. من فلسطين. واحد اول مره الخوت كنشوف باللي البيض ما كيسلقوش وانما كيشويو. يعني الطريقه باش تشوي بالفرن 8 ساعات. 8 ساعات 8 ساعات. واو. ولكن كيجي زوين. يس. شتي الخوت هاد البواطه هادي كيشدوها، هادي اللي كيطيبوا فيها داك البيض مشوي. كيفتحوها من هنايا تيديروا مثلا كيستفوا البيض حبه جوج ثلاثه اربعه خمسه، كيستفوا البيض بحال هكا وتيديروا ديك النجاره، كيعاودوا عاد ثاني يحطوا البيض كيديروا النجاره عاد ثاني كتعمر كامله كيحطوها في الفران. انا كان كصحابي كيديروا طنجره ولكن كيديروا هادي كيستعملوها بزاف. شوف الخوت كتجي كتهز البيض مثلا، عندك هنايا الزعتر، عندهم واحد الزعتر زوين صراحة، تيجي بحال الكامون، ماشي الكامون، المهم حنا كنديرو الملحة والكامون، هما كيديرو الملحة والزعتر. عندك عاد تاني الهريسة، شتيها كيفاش دايرة؟ بحال الهريسة ديالنا تقريبا، كاينة هادي جارية شوية. أنا تجيني ما حارش بزاف وإنما كتجيني حامضة واحد شوية، ولكن بنينة صراحة. صافي الفرماج، لافاش كيري، وبعض المرات تيكونو دايرين طماطم، كيكونو مقطعين طماطم، بندورة. بالمغرب كيقولها مطيشة. والبيض بيض مشوي. بيض مشوي. حنا كنقولوا بيض مسلوق. هو مشوي او سلق؟ تقول بيض سلق. اوكي. حنا عشان البيض مشوي عمرني طحت في بالي ان البيض كيتشوى. لا هو مشوي بقعد بالفرن 8 ساعات، بيطلع من البيضة من جوا لونها بني. ولا تسلق ما فيها ريحة زنخ، مش زي المسلوق لما تحطه بمي بقعد له 10 دقائق ولا ساعة. هي طيب. تيجي الطورة من تقشرها تطلع البيضة ريحتها زنخة. فيها ريحة زناخة. يعني زفورية يعني. ايوه زفورية. مش حلوة للروائح. واخا وهذا البيض هو بيض دجاج؟ هذا بيض دجاج. انتم الاخوان شوفوا معايا الخبز ديالهم كيفاش داير تبارك. خبز بيت المقدس. والله شبعان ججلان. كعك يقولوا له كعك. انا هذاك اش كناكلو نهار جيت الاردن اول حاجه باش كناكل فيها هو الخبز. تبارك الله. مسكين غيفتح لنا كاع. الله يفتح عليك. حيت هنايا عندهم واحد السيستم كيديروا خدمه ذاتيه، كتجي كتخدم راسك براسك، كتاخذ الخبز دير فرماج البيض ديالك ومساكين. شوفوا البيض اخوت كيفاش كيجي. شوف جيد شوي شط شوي كمان صافي زي ناس. بسم الله. صحتين بالنسبة لتانا انا خويا ديال هاد الساندويتش فراه كيوصل 75 قرش، لان كل واحد دينار 100 قرش. كل واحد دينار 100 قرش. وهذا خديتو ب 75 قرش.
واو انت كتعرف بزاف على الماء. كتشوف النار. جيت لواحد المطعم ومول المطعم تبارك الله كيعرف بزاف د الحوايج على الماء. قال لي انت مغربي؟ قلت له قال لي واش من كازا؟ وعارف حتى الفرق ديال التوقيت. دابا هنايا تقريبا الجوج الثاني الجوج، وفي المغرب كاينه 12. المهم الخوت شفت واحد الاكله هنايا عندهم. هنايا شنو كتسميوه الطبق ديال الحمص؟ طبق حمص ياك؟ حمص. طبق حمص وهذه فلافل. وهذا الخبز. هذا تقولوا له عيش؟ لا لا ما تنقولوش له عيش، يقولوا مصريين. مصريين انا نقول خبز. خبز خبز انتم كتقولوا كعك؟ كعك كعك ياك. هذاك هذاك اللي فيه السمسم. هذاك اللي فيه السمسم وليت كنعرف اليوم الاكلات. الله يعطيك الصحه، شكرا جزيلا. انتم الخوت كيديروا هذا الحمص؟ هذا كيديروا الحمص كيديروا معاه الطحين باش كيرجع بحال هكا بهذه الطريقه. شيف والله يجمع السس. هذا كيديروا بحال الحراق، هذا بحال الحراق كيديروا معاه حتى حبات ديال الحمص والزيت العود. زيت العود انتم كتشوفوا. وفيه واحد المذاق حميمه شويه، حديتها كتكليتو ماشي اول مره. تسمى هو الصراحه خصو يكون سخون، يبقى هذا بارد. وهذه الفلافل هي تي حماص فيها ربيع، فيها بزاف ديال العباد. 60 65 قرش تقريبا. واحد جبنة من كل شيء واحد بزاف. هذه مبرومة بالجبنة. هذه كليتها. المهم اخوت جاي عند واحد المحل هنايا كيبيع هاد الكنافة، كنافة نابلسية. كنافة وهذه مبرومة بالجبنة. وهذا هو هذه 75 قرش وهذه 75 قرش، دونك بحال كتقول دينار ونص. وهذا هو أول واحد كيدينا مشهورنا. الناس شادين عليهم الصف. حبيب سميتو حلاوي الحاج محمود حبيبة. هذا خوت واحد الصديق مغربي تعرفنا عليه هنايا. فبقينا هنايا في العاصمة ديال عمان. غادي يمشي ان شاء الله، غادي يمشي بحالاته الساك ديالو صافي. الله يجعل البركه. كي جاتك اخويا؟ كي جاتك عمان؟ صافا الناس بيس اند لوف، رجوله دراوش زوينين. المعامله ديالو مزيانه. المعامله مزيانه وخلنا عيشه شويه زايده على الزايد. العيشه غاليه شويه. وبيترا كي جاتك؟ بيترا سي بون، حتى هي مزيانه، عندها واحد الشارم سبيسيال بيترا، البحر الميت، العقبه مزيانه. والحلوه اللي خديتي كي جاتك حتى هي؟ شنو سميتها هذه اللي قلتي؟ هذه مبرومه بالجبنه. مبرومه بالجبنه، يعني الداخل ديالها الجبنه. الجبنه وهذاك اللي عندك انت هي كنافه. كنافه صراحه انا اول مره. السوقيه ديال السوقيه. كيفاش السوقيه؟ السوقيه بحال كتقول واقيلا شي 100 غرام واقيلا. 100 غرام عبار زعما. فوالا يعني هذه رطبه، هذه رطبه ياك تبان رطبه. موقعيه كامله دايره كيكون فيها الجبن الداخل. هذه مبرومه كتفاش معقده. بسم الله. سخونة فيها الفرماج من الداخل، فيها واحد شوية كيف كان؟ عطيني شحال ديال الناس كيتسناو الخوت. شوف شوف شحال ديال البشر كتبقى السيرفيس باش تاخذها. من انت رايحة هكا في الشارع تمشي قصيها. هاد البلاصة كاينة في وسط البلد ياك، مقابلة الشارع الملك حسين. عجبتني انا صح والله. ناضي. والحاجه باش كيقول لك الخوت علاش كيعجبهم هذا المحل بزاف، قلت لقى مثلا حيت كاين عنده بزاف الافراد. اقدم واحد هنايا. اول واحد. وسميتو يعني ديما عنده الجديد، يعني
ما كتلقاش مثلا محطوطه بارده ولا شي حاجه. اه لا كتجي كتاخذها كتكونسوما بزاف كتلقاها سخونه. واو بنين بنين بنين. المهم خويا حمزه شرفت المعرفه ديالك. تحيه لولاد كازا ولاد سباته الزروقا عضو الكباله كامل كامل والمغرب كامل. تحيه للناس الاردن وتحيه لجميع اخوان العربيين. تحيه لكل شيء وطريق السلامه ان شاء الله. فول سعيد فول سعيد. ديال الفول دخلنا عندهم. كيف الحال؟ أمور جيدة. هذه هي فلافل واخا عدل لي شي ساندويتش. ها؟ عدل لي شي ساندويتش. ساندويتش؟ ديال الحمص والفلافل. حمص وفلافل؟ اه. الله يمسي عليك. السلام عليكم. بعدين امير العريف. اه عدل كل شيء. امير الحارة امير الحارة امير الحارة. ايش عملت؟ هذا الشيء كاين بندورة و واقع عمل شوية. صافي بلاش بلاش بركة من الشركة صافي. الله يفتح عليك. هذا كم؟ 35. هذا الساندويتش اخوت كيقول لي الساندويتش ديال حمص وفلافل 35 قرش. بزاف. اول مره صراحه غندوق عام انا دقتو. دقوا كيفاش داير تما. ها؟ لا ما معايا. ما في مشكلة عطيني لعبيت. مزيان. مزيان. فيه المذاق شوية ديال الحمودية. إذن هنايا غتكون سالات الجولة ديال مأكولات الشوارع. وشكرا لكم بزاف. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. الى اللقاء.